سمعت حكي لما أنا كنت بأمريكا على موضوع الحج. ما بعرف وين بيجي التشويش أو الحكي. عمري ما راح أغير موقفي بالنسبة للحج بإسر. بغض النظر شو بيحكوا ناس تانيين، نحن عنا واجب تاريخي بالنسبة للقدس والمقدسات. ففي ضغط على الأردن، في ضغط على الأردن، في ضغط علي من الخارج، في ضغط علي، لكن بالنسبة لي هذا خط أحمر، وأنا بعرف الشعب معي، واللي بدهم يأخذوا ما راح ينجحوا بالنسبة لموقف الأردنيين. نحن عارفين بقلوبنا شو مطلوب منا، وراح نضلنا بهذا الاتجاه، وإن شاء الله هذا آخر مرة لازم أنا أوضح للجميع موقف الهاشميين بالنسبة للقدس. نحن